بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس 11 من كتاب التربية الإسلامية للصف الأول ثانوي بفرعي العلمي والأدبي، القيم التربوية في السيرة النبوية. حينما نتكلم عن القيم التربوية وتكون في السيرة النبوية، فإن السيرة النبوية هي منبع كل القيم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كأنه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقط جاء ليتمم ويرسي قواعد الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية هي التطبيق العملي للإسلام. نحن نقرأ القرآن ونقرأ الحديث النبوي الشريف، لكن السيرة النبوية هي تطبيق للقرآن وتطبيق للحديث النبوي الشريف، إشي عملي. والقيم التربوية في السيرة النبوية مليئة، كل نقطة وكل محطة من محطات السيرة النبوية هي تمثل لنا قيمة من القيم. القيم طبعا المقصود فيها الأخلاق، مثل قيمة العدل، قيمة الشجاعة، قيمة الكرم، قيمة العزة، قيمة قول كلمة الحق، قيمة الأمانة، قيمة الإحسان، قيمة التوكل، قيمة الثقة بالله عز وجل واليقين بالله سبحانه وتعالى، حتى القيم مع الناس، حسن الخلق مع الناس، العلاقة الإيجابية مع الآخرين، العلاقة الإيجابية نحو البيئة، كل هذه تسمى قيم. فإذا نظرنا في السيرة النبوية وجدنا أن السيرة النبوية بأحداثها وتفاصيلها تعتبر مدرسة تربوية متكاملة، مدرسة متكاملة لا يوجد فيها أي نقص ولا يوجد فيها أي عيب. لماذا؟ ما السبب؟ لأن السيرة النبوية تضع للبشرية منهجا للتربية الصحيحة التي تهتم بتقويم سلوك الإنسان وحسن التعامل مع مختلف مواقع الحياة، مواقف الحياة. إذا هذا السيرة النبوية وهذا دورها، إنها تعد السيرة النبوية مدرسة تربوية متكاملة. السبب في ذلك أنها تضع للبشرية منهج. شو المنهج هذا؟ للتربية الصحيحة. بإيش بتهتم هذه التربية؟ بتقويم سلوك الإنسان وحسن التعامل مع مختلف مواقف الحياة. خلينا نشوف الآن مفهوم القيم. لما نقول القيم يعني أخلاق، يعني معايير، يعني ميزان. فالقيم هي المعايير التي يصدر الشخص بناء عليها أحكامه على الأشياء والأحداث، وينطلق منها في سلوكه وعلاقته مع الآخرين. هذه الأفكار اللي بدنا نحفظها. أول شيء هي معايير. ما دور هذه المعايير؟ هاي معنى القيم، مفهوم القيم بشكل عام هو المعايير. ما دور هذه المعايير؟ يصدر الشخص بناء عليها أحكامه على الأشياء والأحداث، بحكم على الحدث المعين بناء على القيم الموجودة عنده، من المصداقية أو من الإحساس والشعور بالآخرين وغير ذلك، فيحكم على الحدث وينطلق منها في سلوكه وعلاقته مع الآخرين من خلال قيمه، من خلال قيمه التي يتبناها، من خلال قيمه التي يستقيها ينطلق الإنسان، وتؤثر هذه القيم في سلوكه وعلاقته مع الآخرين. الصدق، لو كان صادقا وكان دائما عنده الصدق قيمة، وليست هي للحاجة أنه في وقت أني أحتاج قيمة الصدق بصدق، وقت أني أحتاج الكذب بكذب، لا، إنما هي القيمة. هذه إذا كانت عنده قيمة ولا تتغير مع تغير الزمان وتغير المكان وتغير الحدث وتغير الشيء، فإنه لا يقبل أبدا أن يبني علاقة مع الكذابين. ولو كان إنسانا عنده العدل قيمة، قيمة لا تتغير هذه القيمة في الغضب والرضا، في الفقر والغنى، في حال الشدة وفي حال اليسر، لا تتغير قيمة العدل عنده، دائما ناطق بالحق، دائما ناطق بالعدل، فإنه لا يقبل أن يبني علاقته مع الظالمين. الإنسان الشجاع الذي عنده الشجاعة قيمة لا تتغير، شجاع في كل وقت، شجاع في وقت الرخاء، شجاع في وقت الشدة، شجاع في الميدان دائما، يقول كلمة الحق، لا يخاف الله لومة لائم، لا يستطيع أن يبني علاقته مع الجبناء، وهكذا. هكذا هي إذن القيم، هي معايير الشخص ببني عليها أحكامه على الأشياء، وكذلك ينطلق منها في تحديد سلوكه وعلاقته مع الآخرين. طيب، من أين تستمد القيم؟ المسلم من وين بيجيب القيم؟ المسلم من أين يأتي بهذه القيم؟ وهذا يجي سؤال وزارة للطلاب التوجيهي على في ورقتين سابقات في 2018 2019.
من أين يستمد الإنسان قيمه التي يحدد خلالها السلوك من السلوك السوي من غير السلوك السوي؟ أول شيء من دينه، هذا الأول، من الدين يعني القرآن والسنة والسيرة. اثنين، من الأعراف، الأعراف الجميلة التي صارت بين الناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت ليتمم مكارم الأخلاق، ما جاء ليلغي ثم يأتي بشيء جديد، يتمم. هنالك أعراف موجودة جميلة وتقاليد جميلة كانت موجودة عند العرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتممها، يصرف نيتها إلى الله سبحانه وتعالى ويحددها ويضبطها بضوابط الإسلام. النقطة الثالثة، علاقاته الاجتماعية، العلاقة الاجتماعية مثل ما بقول المجالس مدارس. العلاقات هذه تكون إحدى الإمدادات لقيم هذا الإنسان. فالقيم هي أشياء عملية تمشي في يطبقها الإنسان في حياته، وكلما مارسها الإنسان كلما تولدت عنده قيم جميلة أكثر. طيب، بدنا نشوف الآن مظاهر أهمية القيم، مظاهر أهمية القيم، أهميتها بإيش؟ في البناء، بناء الفرد والمجتمع، القيم بناء وكذا وإلى آخره. نعم، لا يمكن أن نبني فرد ولا يمكن أن نبني مجتمع من دون قيم. لا يمكن أن تبنى الصناعات ولا أن تبنى الشركات ولا أن تبنى المعسكرات ولا أن تبنى الدول إلا بالقيم. إنما الأمم أخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا ذهبت الأخلاق خلاص انتهت هذه الأمة. لذلك هذه القيم تبني فرد، تبني مجتمع، تبني دولة، تبني معسكر، تبني اقتصاد، تبني كل شيء. فالقيم المقصود فيها ليست قيمة يعني هي تنسكية ما بينك وبين رب العالمين بزاوية معينة من زوايا الحياة، أبدا. القيمة هذه تكون مبدأ ثابت معنا في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة. خلينا نشوف أنه مدى أهمية هذه القيم في بناء الفرد والمجتمع، أو مظاهر أهمية هذه القيم. الأمر الأول، إن هالقيم بتبني الشخصية الإيجابية المؤثرة، إيجابية يعني دائما بتنظر للحياة بأمل وببناء، لا تنظر إليها بهدم ويأس، ومؤثرة لأنها تبنت هذه القيمة، تجدها تتكلم بروح في هذه القيمة. الأمر الثاني، أنها تسهم في تكوين بناء الجيل الصالح، تسهم في تكوين الجيل الصالح. جيل عنده قيم أكيد جيل صالح. الأمر الثالث، تساعد على تعديل السلوك الإنساني إلى سلوك إيجابي في المجتمع. إذا كان عنده سلوك، القيمة بتعدله. حتى لما أن السلوك يصير خلق عام في المجتمع، تجد الإنسان الذي يخرج على هذا السلوك مرة مرتين بعدين برجع، وإذا ما رجع فإنه يصبح إنسانا منبوذا في هذا المجتمع، في مجتمع القيم. طيب، إذن هذه ثلاث مظاهر لأهمية القيم، هذا سؤال وزاري أيضا جاء سابقا. خلينا نشوف الآن أنواع أو مجالات أو اتجاه أو أصناف القيم في السيرة النبوية. كله نفس الشيء، أنواع، مجال، اتجاه، صنف، كله في 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 السيرة النبوية كله نفس الشيء. طيب خلينا نشوف هاي الأصناف. عندنا ثلاث أصناف أو ثلاث أنواع أو ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول إيماني، هي القيم الإيمانية. الاتجاه الثاني القيم الأخلاقية والسلوكية، وهذا هو درسنا اليوم. هذا بيجي بالدرس رقم 2 في القيم التربوية في السيرة النبوية، اللي هي القيم المهارية. القيم المهارية، وكل واحد أخذنا عليها مثالين بسيطين من الأمثلة المنتشرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. القيم الإيمانية، لما نقول إيمان إيش يعني إيمان؟ إيمان يعني شيء مع الله سبحانه وتعالى. إذا القيم الإيمانية تعريفها، هي القيم التي تتعلق بإيش؟ تتعلق بالمعايير والأحكام المستمدة من حقائق الإيمان التي تنظم علاقة الإنسان بمن؟ بالله. إذن دورها بتنظم علاقة الإنسان بمن؟ بالله. إذن هي قيم ومعايير وأحكام مستمدة من حقائق الإيمان التي تنظم علاقة الإنسان بربه. مثل إيش حقائق الإيمان؟ إيش حقائق الإيمان أصلا؟ هي الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه القيم الإيمانية. هذا تعريف القيم الإيمانية. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقام، إحنا ندرس القيم في السنة النبوية، حينما أقام القيم الإيمانية أقامها على أسس وقواعد.
إيش هذه الأسس والقواعد؟ منها تعظيم الله سبحانه وتعالى قيمة. الإنسان إذا عظم الله سبحانه وتعالى يعظم أمره ويعظم نهيه، يعظم الأمر فيتبع ويعظم النهي فينزجر ويجتنب. الأمر الثاني الإخلاص، قيمة من القيم الجوع في داخل القلب. الثالثة الإحسان. الرابعة التقوى. هذه القيم أو أمثلة على القيم الإيمانية، أو هاي أسس القيم الإيمانية اللي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيم. طيب خلينا نشوف من نماذج القيم الإيمانية في السيرة النبوية. مثلا يجي السؤال الوزاري، اذكر أمرا واحدا صحيحا على قيمة من القيم الإيمانية، اللي هو هون أمثلة على الإحسان أو الثقة بالله. لما يقول لك اذكر أمرا واحدا صحيحا على قيمة إيمانية، أو اذكر مثالا واحدا صحيحا على قيمة إيمانية، هذولهم الإحسان والثقة بالله سبحانه وتعالى. طيب نشوف الإحسان. إيش الإحسان؟ الإحسان المقصود به هنا وهو خصلة إيمانية، نقول هو شعور الإنسان بمراقبة الله واطلاعه على كل ما يقوم به. شعور الإنسان بمراقبة الله له إحسان، شعر أن الله شايفني ومطلع على كل ما يقوم به، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ذلك. طيب ماشي، أنا الآن بنظر الآن أستشعر بأن الله عز وجل يراني ويطلع على كل ما أقوم به من قول أو فعل. طيب إيش هذا بيأثر؟ هذا بضبط الأفعال والأقوال، بضبطها، بقول الله مطلع بكتب ويسجل علينا، يضبط الأقوال والأفعال. بصير الإنسان أيضا من أثر أثر آخر، يحرص على الطاعات، أثر آخر يبتعد عن المعاصي، أثر آخر يؤدي واجباته في أحسن صورة. لأنه إيه؟ لأنه مستشعر أنه محاسب على هذه الأمور، لأنه يستشعر أن الله يراه، يراقبه، مطلع على كل أفعاله، وأن الله عز وجل سيحاسبه. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا معنى الإحسان كذلك، من معاني الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. طيب إجي السؤال الوزاري، هذا الحديث نفسه، ما القيمة التربوية التي يدل عليها الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ قال الجواب بكل الإحسان، الإحسان. هذا تعريف الإحسان أيضا، تعريف آخر للإحسان. إذا في عندنا تعريفين، الإحسان هو شعور الإنسان مراقبة الله واطلاعه على كل ما يقوم به مما يضبط أفعاله وأقواله فيأتي إلى الطاعات ويبتعد عن المعاصي ويقدم ما عليه من واجبات في أحسن صورة. طيب الأمر الثالث في التوضيح، أنه ينشأ الإحسان من اتصاف المؤمن بكمال الإيمان. إيش بيسوي الإحسان عند الإنسان؟ أنه الرقي في مراحل الإيمان، في درجات الإيمان، لأنه المؤمن بصير خاف الله شايفني، أنا بعبد الله كأني شايفه، إذا مش قادر أني أعبده كأني شايفه بأشعر أنه الله عز وجل يراني فيحاسبني على كل أعمالي. الأمر الرابع في الإحسان، أنه شعور الطالب، إحنا الطلاب الشباب، مراقبة الله، لشعور الطالب بمراقبة الله عز وجل آثار وفوائد كثيرة جدا في السلوك، لأنه هذا بيعدل السلوك، بيعدل سلوك الإنسان، بيعدل الأقوال والأفعال. طيب من مثل إيش مثلا؟ أول إشي أنا كطالب يحافظ على مرافق المدرسة. طيب إيش دخل هذا في هذا؟ دخله إنه هذه المرافق الموجودة في المدرسة مرافق عامة، وهي حق لي ولك، وحق لك ولغيرك من الطلاب، وحق لطالب الأول ثانوي ولطالب التوجيهي ولطالب العاشر والتاسع وما قبله، وحق للأجيال القادمة، وهو ليس مالي ولا مالك. فلماذا نحن نعتدي على هذا؟ فلذلك نحافظ على مرافق المدرسة، نحافظ على مرافق المدرسة. الأمر الثاني من الآثار، أنه بصير يتعامل مع معلمي وزملائي باحترام. المعلم باحترمه، ليش؟ إذا ما احترمه طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، الاحتقار، هذا الاحتقار الإنسان محاسب عليه يوم القيامة، سنحاسب على الصغير والكبير والنقير والقطمير. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. إذن كل أمر وكل فعل نحن محاسبون عليه. العبادة مش صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا مرتكزات العبادة. إحنا العبادة الحياة، العبادة هي الحياة كلها. إذا كنت أحسن إلى كل شيء في هذه الحياة، من البشري إلى البهائم إلى الشجري إلى الجماد، فإني هنا أنا حقيقة أتكسب حسنات.
الأمر الثالث أيضا، مثال يعني أثر ثالث، أنه يطيع والديه، طاعة الوالدين أنه بإحسان المحاسب عليه، إذا ما طاع محاسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصنع العاق ما يشاء فإنه لا يدخل الجنة. أربعة، يفعل كل سلوك محمود ويجتنب كل سلوك مذموم. محمود اللي لأنه الله سبحانه وتعالى بيحبه، ومذموم لأنه الله سبحانه وتعالى يكرهه. طيب لو بدي أعلل هذا، يعني واحد أي واحد من هاي النقاط، بقول مثلا لشعور الطالب بمراقبة الله آثار وفوائد كثيرة، منها أنه يحافظ على مرافق المدرسة أو يعامل معلميه. جبت أي نقطة من هاي النقاط من هاي الآثار وقلت أعلل، بقول لأنه يشعر أن الله مطلع عليه وسيحاسبه على أعماله، لأنه يشعر الله مطلع وراح يحاسبني. والله إلا ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على قشر الحيط، يحاسبنا على خشط المقعد، يحاسبنا على كسر قزازة النيون، يحاسبنا على تخريب أي مكان في هذه الحياة، في المدرسة ولا في الشارع ولا في الأماكن العامة ولا في غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى لما جعل هذا المال جعله لنتنفع به لا لنهلكه. هذا الأمر الأول، أو هذا القيمة الأولى من القيم الإيمانية، مثال من الأمثلة. القيمة الثانية أنه الثقة بالله والتوكل عليه سبحانه جل في علاه. وهنالك نماذج كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر توكله على الله عز وجل والثقة به. من هذه الأمثلة، مثلا حين كان المسلمون مستضعفين في مكة، بنضرب مستضعف يعني بنضرب، اللي بيجي بضربه ما بحسب حساب، بيجي بضرب المسلم أو بيعذبه ما بحسب أي حساب، ما في أي ردات فعل، لا يوجد هنالك عقاب على هذا. هذا المسلم مباح الظهر، مباح الدم، مباح المال، مباح كل شيء، اضرب كما تشاء واحبس كما تشاء. لذلك حين كان المسلمون مستضعفين في مكة، جاء إليه خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وارضاه يرثي للنبي صلى الله عليه وسلم حال المسلمين ويشكيه. رسول الله يشكيه، يا رسول الله، وكشف عن ظهره وأذى بظهره، يعني مضرب وعليه آثار شديدة في التعذيب. كانوا يأخذ الخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وارضاه، القريش يأخذونه فيشعلون النار ثم يجعلون فيه الحجارة، فتصبح هذه الحجارة عبارة عن جهنم، فينيموه على هذه النار فلا تطفأ ولا تبرد هذه الحجارة إلا بودك ظهره، يعني بدهن الظهر اللي بينزل منه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وجاي يشتكي، فلما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ناصر دينه. صح احنا مستضعفين بس الدين هذا منصور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له كلمة مشهورة، قال: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. احنا الآن القضية مكة، مش قادرين نطلع من بيوتنا أو نظهر قدام قريش، والآن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أنه يسير الراكب لوحده فقط من صنعاء إلى حضرموت مع الغنم، مش خايف؟ لا خايف، فقط يخاف من الله سبحانه وتعالى، أو يخاف من حيوان يعد على الغنم، أما أنه يأتي إنسان فلا يخاف لأنها تكون آمنة. هذا حادثة. حادثة ثانية أو مثال ثاني، مثلا في حادثة الهجرة إلى المدينة، حين اقتربت قريش من الغار الذي يختبئ فيه هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، خاف أبو بكر أن يراهم المشركون، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله معهم. طمأنه، قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. توكل ثقة بالله، خلاص ممسوكين الآن. أصبحت قريش الآن تقف على ظهر الغار، هذا الغار اللي موجود فيه غار ثور، موجود فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وغار ليس بالعميق. وقفوا هنا، وأبو بكر الصديق طلع لفوق شوي وشاف إيه، شاف يعني طرف الحذاء، شاف أقدام المشركين، بدأ يرتجف خاف، يخاف: مالك يا أبا بكر؟ يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لا رأنا، والله بس ينظر لتحت. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. فتوكل على الله، نصره الله ولا ما نصره؟ نصره الله عز وجل وأنجاه من قريش. أمر ثالث، على المسلم أن يثق بالله ويعتمد إليه في جلب كل منفعة ودفع كل مضرة، ابتداء من العلاج إلى كسب الرزق لغير ذلك، كل الأمور، النجاح، الدراسة وكذا، الأمراض، وهذا كله يعتمد على الله توكلا كاملا معتمادا كاملا أن الله عز وجل هو يجلب لي كل خير وهو يدفع عني كل شر، اعتماد كامل. والله عز وجل اعتمدنا عليه ايش حكى لنا؟
قال خذوا بالأسباب واعتمدوا عليه، خذوا بالأسباب واعتمدوا عليه. لذلك التوكل على الله معناه أن نأخذ بالأسباب معتمدين ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للقيم الإيمانية ومفهومها والأسس والقواعد اللي قامت عليها والأمثلة عليها. الآن بدنا نروح للقيم الأخلاقية والسلوكية. إحنا القيم الإيمانية قلنا أنها بتنظم علاقة الإنسان مع من؟ تنظم علاقة الإنسان مع الله. الآن نشوف القيم الأخلاقية والسلوكية. القيم الأخلاقية والسلوكية هي القيم التي تتعلق بإيه؟ بالمعايير. قيم ومعايير، إيش دورها هذه؟ توجه سلوك الإنسان، توجه سلوك الإنسان وتحدد علاقته بالآخرين، مما يجعله قادرا على التفاعل والتوافق معهم، وهذا يؤدي إلى تكوين مجتمع فاضل تسوده المحبة والمودة والوئام. إذا أحفظها هكذا بالأفكار، بهذه الأفكار، إنها أول شيء قيم ومعايير بتوجه سلوك الإنسان وبتحدد علاقته بالآخرين. النتيجة لما أنه سلوك وعلاقته بالآخرين محدد وفق هذه القيم وفق هذه المعايير، النتيجة أنه يصبح قادر على التفاعل والتوافق مع هذه الحياة ومع ضوابطه ومعه إمكانياته ومعه هذه القيم ومعه هذه الأخلاق. هذا كله بيؤدي لإيه؟ لتكوين مجتمع فاضل تسوده المحبة. لذلك الآن بعض الناس تجده عند يعني القيم هذه وقت الحاجة بس، لكن بعض الناس عند القيم هذه لا يمكن أن تتغير ولا يمكن في لحظة من اللحظات أن أتنازل عنها. هذه القيم ليست هي التي تسلك الحياة، هذه القيم من أجل أن نرتحل إلى الله عز وجل وهو راض عنا سبحانه وجل في علاه. نعم. طيب إذن هنا بستفيد من هذا التعريف أنه بتحدد علاقة الإنسان مع علاقة الإنسان مع المخلوقات، بصرف النظر شو هذه المخلوقات، بصرف النظر ما هي هذه المخلوقات. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على غرس الأخلاق الفاضلة والسلوكيات الإيجابية في المجتمع الإسلامي، كان حريص أنه يغرس هذه الأخلاق والقيم الأخلاقية والسلوكية في المجتمع الإسلامي. وبدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، بقول لهم أحسن الناس عندي هم وأحسنكم أخلاقا، هم أحسن الناس أخلاقا. لماذا؟ لأنها تجعل المسلم قادرا على التفاعل والتوافق مع المجتمع، مما يؤدي إلى إقامة مجتمع فاضل تسوده المحبة، تسوده التكافل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حريص، هذا النقطة الثانية في التوضيح، النقطة الأولى اللي هي التعريف، النقطة الثانية في التوضيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على غرس الأخلاق الفاضلة في المجتمع الإسلامي. الأمر الثالث، كان صلى الله عليه وسلم يستمد أخلاقه من القرآن الكريم. أنا قلت إنه السيرة النبوية هي ترجمة عملية للقرآن الكريم، التطبيق العملي للإسلام، التطبيق العملي للقرآن، التطبيق العملي للسنة. كان يستمد من القرآن. من وين بجيب هذا الكلام؟ قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الصحابة يسألون يا عائشة ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. يعني إذا أردت أن تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، كل آية موجودة طبقها عمليا، يعني شوف شو التطبيق العملي لها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها، يتعامل هذا التعامل. النقطة الرابعة، اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بغرس القيم الأخلاقية والسلوكية من خلال عدة أمور. حريص أنه يغرسها في المجتمع المسلم من خلال إيه؟ من خلال عدة أمور. الأمر الأول، تأكيد الأخوة الإسلامية والترابط بين الناس، لا يمكن، هذا قيمة من القيم، تأكيد الأخوة والترابط بين الناس. الأمر الثاني، العناية بالعلاقات الأسرية، مش الأسرة تكون مشتتة، الأسرة كل ما كانت مشتتة كل ما كانت مختلة من الداخل، وكل ما كان في العلاقة مختلة بين الرجل وبين المرأة تجد الأولاد بيطلعوا بالشارع مختلين منفصمين. لكن كلما كانت العلاقة مرتبطة ما بين الزوج والزوجة يخرج أبناء مرتبطين بمجتمعاتهم، أبناء آمن، لأنهم خرجوا من بيئة آمنة سينشر الأمن في المجتمعات. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة أو الطريقة الثالثة، حرصوا على التربية الصحيحة للأبناء صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الثلاث أمور يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وسائل لأجل غرس الأخلاق في المجتمع الإسلامي.
الأمر الخامس، خلينا نشوف بعض الأمثلة والنماذج الأخلاقية، أمثلة على القيم الأخلاقية والسلوكية في حياة في السيرة النبوية. عندنا مثالين، الأمانة والسلوك الإيجابي نحو البيئة. الأمانة والسلوك الإيجابي، يعني هون لما كنا مع المخلوقات، يعني مثلا الإنسان والحيوان والبيئة وكل شيء، كل شيء إذا يكون عنده أخلاق. الأخلاق مش فقط أنه بحكي معك بتحكي معي، هي تعامل، تعامل حتى تعاملي مع زهور البساتين، وتعاملي مع الأشجار، وتعاملي مع الجبال، وتعاملي مع الطرق، وتعاملي مع كل شيء، إنما هو نابع من القيم الأخلاقية والسلوكية. الأمانة، الأمانة يعني ممكن يجيني سؤال وضح ذلك، إنه الأمانة من القيم الأخلاقية والسلوكية في السيرة النبوية. بقول الأمر الأول، الأمانة خلق من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام، لذلك الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمر رباني، يعني واجب، فرض، ما في مجال. إذا خان الإنسان الأمانة فإنه يكتب عند الله عز وجل خائنا ويحاسب على ذلك بالإثم. الأمر الثاني، أن الأمانة من أشهر الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان قبل، يعني قبل ما يكون نبي، قريش تنادي الصادق الأمين أو تصفه بالصادق الأمين. لو بدنا نوضح انه هذا من اشهر الاخلاق اللي كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، او نعطي مثال على ذلك، انه على الفتره المكيه لما كانت قريش تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنفس الوقت تضع الامانات عند النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت اللحظه، العداء الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم، حاط ببيته من اجل قتله والامانات عنده. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جبريل انهم يريدون ان يقتلوه، وامر ان يخرج من بيته. فوضع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه محل مكانه في بيته. لماذا؟ حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على رد الامانات الى اهلها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، اهل الامانات بحربوا، واهل الامانات بعذبوا، واهل الامانات بدتم يقتلوه، وهو صلى الله عليه وسلم سيؤدي الامانات الى اهلها بان جعل علي بن ابي طالب مكانه يؤدي الامانات ويردها الى اصحابها. النقطة الثالثة بالتوضيح، انه على المسلم ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلق الامانة. النقطة الرابعة، انه من صور اداء المسلم للامانة، في عنده عدة صور، ان يؤدي الفرائض على اتم وجه ابتغاء مرضات الله. فرض بينك وبين ربك عز وجل، بدك تأديه بامانة وتأديه بصدق على اتم وجه. الامر الثاني، ان يحافظ على اعضائه من المعاصي، عين، لسان، كمان أذن، أنف، يد، رجل، فرج، وهكذا يؤدي، يحفظه من المعاصي. الأمر الثالث، أن يحفظ الودائع ويردها إلى أصحابها إذا طلبوها. واحد وضع عندك أمانة، وقت ما يطلبها بترجعها، بتضلك حافظها حتى يطلبها. الأمر الرابع، أن يتقن عمله على أكمل وجه. قال الأعمال، أعمال الحياة، إذا بتكون موظف، إذا بتكون أنت تعمل في مكان ما، فيجب أن تتقن هذا من الأمانة. لا نظن والله واحد بتلاقيه مثلا بده يصلي، بصلي صلواته ثم تأتي إليه عند الوظيفة إذا به يخون وإذا به يفرط في هذه الأمانة. النقطة الخامسة، أن يحفظ سر أخيه ولا يخونه بإفشاء سره، أن يحفظ الأسرار، هذا أيضا من الأمانة. طيب، المثال الثاني اللي هو السلوك الإيجابي نحو البيئة. السلوك الإيجابي نحو البيئة، جاء سؤال وزاري على مرتين في أسئلة التوجيهي، هاتي مثالا من السيرة النبوية دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلوك الإيجابي نحو البيئة. أولا منقول أو توضيح السلوك الإيجابي نحو البيئة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف الطرقات وإماطة الأذى عنها. قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذا التنظيف، واحد بيقول طيب شو يعني الوسخ الصغير؟ يعني الآن لما كنا لما نكون مثلا في ساحة المدرسة وننظف، ننظف نشيل، يعني هذا كله من الصدقات. إذا رأينا شيء من شيله في الطريق، كله يكتب لنا به حسنات. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بتنظيف الطرقات وإماطة الأذى عن الطريق. الأمر الثاني، حث على زراعة الأشجار حتى لو كانت القيامة بتقوم. قال صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني شتلة صغيرة، شتلة شجر صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. إيش الفائدة منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يبين لنا حرص، الحرص على خدمة هذه البيئة، وأراد أن يبين لنا أن العمل يجب علينا حتى عندما تضيق بنا الأنفاس وتريد أن تزهق وأن تخرج إلى بارها. هذا السؤال إجا طبعا، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. إجا السؤال، ما القيمة التربوية التي يدل عليها الحديث اللي هو السلوك الإيجابي نحو البيئة؟ طيب،
الأمر الثالث مثلاً، مثال ثالث، إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوان ونهى عن إيذائها وتعذيبها. حيوان، الحيوان أيضا. الآن بقول لك حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وكذا إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم جانب حقوق الإنسان قبل 1450 سنة، وحقوق الحيوان قبل 1450 سنة، ومن قبل هيك كانت حقوق الإنسان وحقوق الحيوان الله عز وجل بنزلها على الأنبياء وعلى الرسل. فالله عز وجل ما خلق شيء عبثا، إنما خلق كل شيء ليستفاد منه. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالحيوان ونهى عن إيذائه. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ربطتها، حبستها، يعني لا قدمت لها أكل توكل ولا تركتها، كان لقت لها خشاش الأرض من صرصار، من فراشة، من الديدان كذا، تأكل وتمشي حالها. فدخلت امرأة النار في هرة. انظر إلى امرأة أخرى دخلت الجنة بكلب سقطه، كلب سقطه. آخر دخل الجنة بغصن شوك أزاحه من طريق المسلمين. أيضا المثال الرابع أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاغتصاب في الماء. مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو يتوضأ، فقال: يا سعد، ما هذا الصرف يا سعد؟ كان سعد يعني بتوضب ماء كثيرة. قال: ما هذا الصرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء صرف يا رسول الله؟ فقال: نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. ممكن يجين سؤال: ما دلائل أو مظاهر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتنمية السلوك الإيجابي نحو البيئة؟ بجيب له هذول الأربعة اللي هي: أمر بتنظيف الطرقات، حث على زراعة الأشجار، أمر بالرفق من الحيوان، دعا إلى الاقتصاد في الماء. طبعا هاي الأحاديث النبوية اللي بتمر معنا خلال الدروس والآيات القرآن خلال الدروس محتاجين نتعرف على دلالتها، مش مطلوب منا نحفظها ولا مطلوب منه. يعني ما بيجيك سؤال: والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على زراعة الأشجار، اذكر حديثا نبويا يدل على ذلك، مثل هذا السؤال لا يوجد، وممنوع أن يأتي مثل هذا السؤال. وكذلك الآيات القرآنية، إلا الآيات القرآنية الموجودة مطلوبة حفظ، والمقاطع القرآنية المطلوبة حفظ، والمقاطع الحديثية المطلوبة حفظ. نأتي إلى نهاية هذا الدرس إن شاء الله الحصة القادمة، بنأخذ القيم المهارية اللي هو بكون القيم التربوية في السنة النبوية الجزء الثاني، بنأخذ القيم المهارية ونوقف عليها قيمة قيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.